طيب نبتدي بجريدة المسا واللي اتكلمت النهاردة عن النادي الأهلي وقالت إن الأهلي يفتح ملف القمة غدا، وده اللي احنا اتكلمنا فيه مع حضراتكم طبعا مع بداية الحلقة، لأن خلاص مباراة طبعا مهمة قوي، مباراة الزمالك، فالاهتمام هيكون بيها على مدار الأسبوع كله لحد ما تنتهي على خير بإذن الله، بإذن الله بفوز النادي الأهلي في مواجهة هتكون صعبة جدا مع فريق كبير ومحترم وهو نادي الزمالك. فايلر يبدأ تجهيز اللاعبين بقوة، وكده كده تجهيز اللاعبين دايما في كل الأحوال بيتم بقوة، يعني ما بيبقاش فيه تهاون في هذا الشق، لأن كل المباريات في الحقيقة مهمة، لأن كل المباريات أيضا بتؤهل للفوز باللقب. يعني الدوليون ينضمون للفريق الثلاثاء وان شاء الله ينضموا، وباذن الله النادي الاهلي يكون جاهز كل الجاهزيه لهذه المباراه المرتقبه. نروح للاهرام المسائي. الاهرام المسائي بيقول ايه؟ بيقول الاهلي مشغول بالادغال، قصدهم يعني ببطوله دوري ابطال افريقيا عشان القرعه كانت يوم الخميس وكلام من ده يعني، او كانت قبلها بيوم تقريبا الاربعاء على ما اتذكر. وان التركيز في الادغال وان الاهلي بيفكر في بطوله دوري ابطال افريقيا، خلينا نقول ان التفكير طبعا طبعا في بطوله دوري ابطال افريقيا هي البطوله الاهم من السنه دي ان شاء الله للنادي الاهلي. كل البطولات مهمه لكن الاكثر اهميه هي بطوله دوري ابطال افريقيا بكل تاكيد، كلنا منتظرينها، لكن مش ده التوقيت ان النادي الاهلي هيفكر فيه في البطوله خالص، وده كان واضح من خلال تصريحات مستر بايل، وكان واضح من خلال تصريحات الكابتن سعد عبد الحفيظ مدير الكره بعد القرعه اللي كانت يوم الاربعاء. ففي استعدادات، في استعدادات بس مختلفه. بتتمثل في ايه؟ بتتمثل في جمع اكبر قدر ممكن من المعلومات والتسجيلات الخاصه بالفرق اللي انت هتواجهها في المجموعه. ده شق اداري واستعداد بعيد خالص عن الاستعداد الفني الخاص بالفريق. الفريق دلوقتي بيستعد لايه فنيا؟ لمباريات الدوري اللي هتبتدي بايه؟ بمباراه الزمالك. كلاعيبة كعناصر جهاز فني مفيش تفكير في بطولة أفريقيا خالص دلوقتي، تفكير كله في مباراة الزمالك القادمة. الخطيب يوصي فايلر بدوري الأبطال، احنا كلنا بنوصي فايلر في الحقيقة، مش خطيب بس، يعني كلنا مستنيين بإذن الله من مستر فايلر ومن لاعبين بطولة دوري أبطال أفريقيا. وهم هنا كاتبين أو كاتبين عنوان خطير جدا، يعني يقول لك الجبهة المحلية بدون أو بلا خطورة. يعني إيه الجبهة المحلية بلا خطورة؟ لا طبعا، بطولة الدوري سواء دوري أو كاس بطولات قوية جدا ومهمة جدا، وبالعكس كلها خطورة وكلها صعاب وعقبات كبيرة جدا، سواء تتمثل في الغريم التقليدي نادي الزمالك والمنافس أكيد على بطولة الدوري، تتمثل في بيراميدز، تتمثل في الإسماعيلي، تتمثل في أكتر من نادي، أندية كلها كبيرة وعريقة وقوية وعندها أهداف خلال بطولة الدوري. مفيش نادي بيلعب النادي الأهلي يقول لك مش مهم أنا كده كده أكثر من الأهلي، مفيش حاجة اسمها كده في الكورة، كله عامل حسابه وكله عارف ازاي يواجه النادي الاهلي ويعطل النادي الاهلي وكلام من ده يعني. فطبعا الجبهه المحليه لا، فيها تركيز كبير والنادي الاهلي مركز فيها بشكل كبير، وكلها صعاب يعني وعقبات صعبه جدا في كل الاحوال. طبعا نروح لعنوان اخر من الجمهوريه. الجمهوريه بتقول ايه؟ الاهلي يخوض مبارياته الافريقيه على برج العرب. هو ده الاقرب حتى الان، لكن خليني اقول لحضراتكم ان دايما هيكون في محاولات من المسؤولين في النادي الاهلي ان الفريق باذن الله يخوض مبارياته الافريقيه على استاد القاهره او استاد السلام، وهذه الخيارات الاولى والخيار الاول والثاني، الاول استاد القاهره الثاني استاد السلام، الثالث وده يعني لما الدنيا تأزم قوي يعني برج العرب. فدايما هيكون في محاولات من المسؤولين في الحقيقه ان يبقى المباريات الافريقيه طبيعي هتبقى بجمهور، وان شاء الله باذن الله هيحاولوا وينجحوا في هذه المحاولات ان المباريات تبقى في القاهره عشان الفريق يتجنب الاجهاد، وده شيء مهم قوي ومعاناه عانى منها الفريق الموسم الماضي بالتحديد يعني. لكن الاقرب بسبب ان الجمهور ما بيحضرش في المباريات اللي على استاد القاهره او اللي في القاهره بشكل عام، فالاقرب ان هي تبقى في برج العرب، لكن باذن الله هيكون في محاولات مستميته ان شاء الله. وفي الاخر طبعا دي امور امنيه احنا بنحترمها وبنقدرها بكل تاكيد. نروح لجريده الوطن وتتكلم على حاجه يعني هي طبعا بديهيه جدا جدا وحقيقيه طبعا، يعني الاهلي يخطط لشراء رمضان صبحي نهائيا لغلق الباب امام استون فيلا. الموضوع ملوش علاقه ان تغلق الباب امام استون فيلا ولا لا، الموضوع ليه علاقه بان النادي الاهلي محتاج رمضان صبحي. النادي الاهلي عايز يخلص طبعا رمضان صبحي بشكل نهائي، مش موضوع ان الاعاره تخلص اخر الموسم وشكرا على كده او تتجدد اعاره، لا النادي الاهلي عايز يشتري رمضان صبحي، ده ما فيهاش نقاش يعني، دي ما فيهاش نقاش. استون فيلا طبعا بترغب في رمضان واكثر من نادي، وخصوصا بعد تالق اللاعب من بدايه الموسم مع النادي الاهلي وهو هداف الدوري في هذه الفتره يعني.
لكن الأهلي أكيد إن شاء الله بإذن الله هيسعى بكل قوة لإنهاء انضمام رمضان صبحي بشكل نهائي. برنامج تأهيلي خاص للسولية ومتولي ومحسن، وده بسبب الإصابات المختلفة. عمرو السولية قلنا لحضراتكم خلاص، وده بناء كمان على تصريحات الكابتن سيد عبد الحفيظ اليوم، وإن السولية جاهز ومتاح للجهاز الفني في مباراة القمة بإذن الله. متولي الموضوع هيبقى فيه صعوبة شوية، ومروان محسن هو خارج المباراة، مش ما اعتقدش ان هو هيلحق هذه المباراه بسبب الاصابه، لان هو عارفين عمل جراحه في الوجه، كسر في عظام الوجه، فاعتقد الموضوع صعب شويه على مروان. والكابتن سيد عبد الحفيظ يتابع لاعبي الاولمبي، هو بيتواصل معاهم اكيد بشكل دائم، وده دوره في الحقيقه. وعندنا اربع لاعبين في المنتخب الاولمبي مهمين جدا، عمار حمدي، وعندنا مصطفى شوبير، وصلاح محسن، ورمضان صبحي. فان شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق، وان شاء الله باذن الله. يعني الحمد لله امبارح اتلعبت المباراه تجربه مهمه جدا، مباراه جنوب افريقيا الاولى، عباره عن ثلاث اشواط، كل شوط تقريبا كان نص ساعه. المباراه ما اتذاعتش بناء على طلب الكابتن شوقي غريب، لكن الحمد لله ما فيش اصابات لاي حد من عناصر المنتخب بشكل كامل يعني. وان شاء الله المباراه بتاعت بكره كمان تخرج من غير اصابات، ويستفاد منها، وده الاهم كمان برده، المنتخب الاولمبي بكل تاكيد عشان تصفيات المؤهله لاولمبياد طوكيو ان شاء الله باذن الله. نروح للدستور. بيقولوا يعني ان الاهلي محدد 5 مليون جنيه استرليني للحصول على خدمات جناح هدرسفيلد، اللي هو طبعا رمضان صبحي، وان الخطيب بيكلف مرتجي بانهاء شراء رمضان. واحنا اتكلمنا في موضوع رمضان ده ان النادي الاهلي اكيد هيحاول بكل قوه للتعاقد مع اللاعب بشكل نهائي، ده شيء مفروغ منه يا جماعه، ما فيهاش نقاش يعني. ومحاولات قد تنجح وقد تفشل يعني، لكن هيبقى في محاولات اكيد يعني ان شاء الله. وصالح بيقول مفاوضاتي مع الابيض شائعه، ويمكن الفتره اللي فاتت او اليومين اللي فاتوا بالتحديد طلع كلام كتير جدا ان الزمالك بيفاوض صالح جمعه. وفي الحقيقه الكلام غير منطقي، لان صالح لسه في عقده، يعني عقده حتى ما يخلصش اخر السنه دي، يعني مش عارف بالظبط العقد يخلص امتى، بس اعتقد في سنتين كمان او ثلاثه بالنسبه لصالح جمعه في عقده مع النادي الاهلي. فازاي الزمالك هيقدر يتعاقد مع صالح جمعه وهو عقده لسه ما خلصش يعني؟ فكلام مش منطقي يعني في الحقيقه. وخلينا نشوف الامور هتمشي ازاي. لكن صالح جمعه لاعب اهلاوي جدا، وحابب ان هو يكون متواجد في النادي الاهلي طبعا، واكيد حضراتكم عارفين الكلام ده من خلال تصريحاته العديده في وسائل الاعلام خلال فتره سابقه، وان هو حلم حياته ان هو يكمل مشواره في النادي الاهلي. كل هذه الامور يعني، الكوره فيها متغيرات طبعا، لكن المتغيرات دي بالمناسبه هو اللي هيبقى متحكم فيها. مين؟ لا مش صالح، الاهلي هو اللي هيبقى متحكم في ان صالح يكمل معاه ولا ما يكملش معاه. هيبقى بناء على ايه؟ بناء على مستوى صالح، بناء على ان صالح نفسه عايز ايه، هي دي الجزئيه. لكن عمر ما حد هياخد لعيب غصب عن عين الاهلي يعني، الا لو عقده بينتهي، ده طبيعي يعني، او ناقص 6 شهور في عقده، وارد عادي ما فيهاش مشكله، هي دي الكوره. لكن صالح جمعه لسه في سنين في عقده يعني. نروح للاخبار المسائي. مهاجم سموحه ينتظر عرض الاهلي اللي هو حسام حسن، والاهلي مش هيرسل عرض دلوقتي خالص لسموحه اطلاقا، لان مش ده التوقيت، ولسه مستر فايلر ما استقرش هل هو عايز حسام حسن او غير حسام حسن، لسه خالص الموضوع ليه توقيتات محدده، ليه دراسات كبيره جدا. مستر فايلر ممكن يكون مش عايز اقول دلوقتي طبعا، مش بيتفرج دلوقتي او بيتابع دلوقتي لاعبين، لا هو دلوقتي متفرغ لتقييم المجموعه بشكل نهائي اللي عنده في الفرقه، وبعد كده هيدور على العناصر اللي هو عايزها، هيتفرج على فيديوهات لعناصر كتير في الهجوم، في حسب بقى احتياجاته هو اللي هيقرر. لكن موضوع حسام حسن ما فيش اي عرض اكيد هيتم ارساله من النادي الاهلي بشكل رسمي لحسام حسن اطلاقا خلال